اهلا بكم من جديد. يعني احنا صرنا محاطين في الاستوديو بلوحات تعتمد على فن المندالا. الأستاذة ليلى النوباني اليوم معنا وهي فنانة تشكيلية في هذا المجال، في مجال فن المندالا اللي هو جزء بيعتمد على شكل الدائرة بتنويعات وبتلوينات مختلفة. صباح الخير أستاذة ليلى، أهلا وسهلا فيك. شكرا على أنه بسطت عيننا، يعني أبسطتينا بالألوان، أعطيكم طاقة إيجابية. فعلا بحاجة دائما للطاقة الإيجابية، بنعرف قد إيه أثر الفن والألوان على الطاقة الإيجابية. اليوم المندالا هي واحدة من الفنون اللي بتحتاج يعني دقة وتركيز عالي جدا. نتحدث عن المندالا كتاريخ، يعني أنا حاب أعرف عنها ومتى بدأت يعني كمندالا كفن، وحاليا عم تصير ترند نوعا ما. بالضبط، المندالا بدأت بالهند وبعدين توسعت منها لمنطقة التبت. هلأ كان أساسها، طبعا بديش أدخل بالفلسفة الدينية والشغلات تاعتهم، لكن كان أساسها الإشي المستدير الدائرة. يعني في إشكال تانية لكن الدائرة على أساس إنه في شيء إله ما إله بداية ولا إله نهاية. فكانوا يرسموا، بدوا يرسموا بالرمل اللي ملون. وإذا بتشوفوا في لحد الآن في ناس بتلاقي بالهند برسموا بالرمل اللي ملون، نفس دور رسمات لكن برمل. فبيكون كتير حلو. مدهش. وبعدين أخذوها كعلاج للاكتئاب، للحالة النفسية، للتوتر. لحد الآن اللي وصلوا إنه في دكاترة إنه من رسمتك للمندالا أو رسمتك للمندالا عم بحللوا النفسية نفسها. فصارت نوع من العلاج والمهتمين في التنمية البشرية إنه لا بيهتموا في المندالا لأنه كتير بتأثر على النفس الموجودة أنت عندك. أنا بتعرفي شو أستاذة ليلى، أنت حكيتي عن الرمل، في فيديوهات منتشرة الآن على السوشيال ميديا بيكونوا يعني امرأة هندية مثلا متمرسة في المندالا وبيكونوا عم برسموا بالرمل قطعات مندالا. أنا لما بتفرج برتاح نفسيا، يعني حتى الفرجة على تشكيل المندالا هو متعة، وفي في شيء جميل روحاني هيك بصير. يعني غير أنه رسم المندالا يسمى فن البهجة. يعني له اسم تاني فن البهجة، لأنه فعلا بيعطيكي بهجة رائعة، بيعطيكي هدوء وتركيز، سكينة للروح نفسها. يعني في بعض الفنون أو بعض المواهب واحد بيكون إذا كان متوتر متضايق بقول لك مش قادر أعمل، مش قادر أشتغل. أنا بالعكس لما أكون متوترة أو عندي مثلا ضغط بالشغل أو ستريس، لا بروح للمندالا. لما أبدأ بالمندالا بنسى كل العالم، خلص بصير شيء تاني. بتعيشي عالم الألوان والمندالا والدقة. طيب أنا حاب تحكي لي أكثر عن يعني احترافك للمندالا، متى بدأ؟ واليوم عم نشوف صار عندك منتجات من المندالا، أنواع مختلفة، عم نشوف لوحات، كوسترز، فناجين، كل إشي. ما شاء الله. كيف قررتي هذا القرار بإنه أنا خلاص هذا الإشي أنا بحبه؟ يمكن هذا الشغف طلع على اكتشفته على كبر، يعني مش من زمان. لكن الشيء اللي كان من زمان وطول عمري بسويه، بكون ماسكة قلم لو باجتماع لو بأي مكان، بكون أرسم رسومات. هلا الرسومات هاي ما إلها يعني إشي محدد، ما إلها يعني تكنيك معين، لكن كنت أستمتع فيها، أكون قاعدة عم برسم مثلاً. يعني مرة قالوا لي إنه هاي حلوة تكون مثلاً تطريز تزبط حلوة. هلا بالصدفة يمكن قبل سنة وإشي قرأت كلمة مندالا وفي رسمة من اللي أنا لفت نظري. بديت أفوت على جوجل وأدور على المندالا، شفت أساسياتها، شفت كيف بديت فيها. هي أساسياتها كتير بسيطة، يعني مثلا مثل هاي اللوحة أنا بأخذ الوسط فيها أو أي دائرة، هو ببلش دائما من المركز الصغير للدائرة. بعمل خطين متعامدين، يعني حتى مبين باللوحة الكبيرة هذيك. بالضبط. إذا بنشوف السودا هي أنت بلشتي فيها بس ما كملتيها. لسه ما كملتها، هي شغالة فيها. بعمل خطوط متعامدة، بعدين بالمنقلة بعمل خطوط الأفقية. هاي هون لسه في يعني واضح. بالفرجار ببدأ أعمل دوائر بعيدة عن بعض شوي، مثلا يمكن سنتي وأكثر، ببدأ هون أرسم. هلا أول ما بديت بالرسم القلم الرصاص والتحبير، بعدين بديت بالفلوماستر مثل هاي والموجودة عندكم. هدول قلم فلوماستر. هدول فلوماستر. بعدين قلت لا بدي أتقدم أكثر من هيك، يعني لازم يكون إشي تاني. فبدأت بالتنقيط الدوتينج. هلا بديت أدرس الألوان اللي أنا بدي أستخدمها. اللي هو هاد. اللي هو هاد بالضبط. خلينا نشوف الدوتينج. هذا بالتنقيط. هذا ما بتعملي له خطوط كمان نفس الفكرة. بس لأنه حسيت بالتنقيط رح يكون يعني التحكم أصعب.
اكيد 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 صح. وبعدين في لها تكنيك يعني مثلا انا مشان اكون النقطه او الدوتينج نفس الحجم النقطه جنب يعني تخيل نفس الحجم بدي اكون التولز اللي عم بستعملها بالالوان بنقطه كل نقطه لها لازم اغطها بالالوان. هلا في تكنيك ثاني انه مثلا بدي ان تكون من اكبر لاصغر تبدا صح. فببدا بالنقطه هيك 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 بصير تصغر بتصير هالقد بدها دقه بيعتمد على الادوات هاي الادوات بالضبط الادوات اللي انا بستخدمها دائما. خلينا نتعرف يعني اذا حدا حابب والله يدخل في المجال. هاي الالوان انا مثلا بستخدمها هاي الالوان هاي الوان زيتيه لا هاي اكريليك اكريليك تمام ممكن احطها بهدول طبعا لما بدي ابدا اشتغل في معنا مثلا التولز هدول اللي بنستخدمهم هاي بكون تنقيط كلهم في احجام كبيره واحجام صغيره كل الاحجام الموجودين عندي انا ببدا بالتنقيط بعدين صرت ادخلها مثلا مثل هدول نوع من اللولو اللي نص دائرة شفنا في يعني في في زي ما بيقولوا إضافات في هاي جميلة قدام هاي في مري بالضبط هلا لما أبدأ أشتغل فيها هاي في لولو بالنص وفي هديك كمان اللي أنا عم بشتغل عليها كمان لسه ما كملتها رائع جدا جدا فلت. جميل انت عم بتطلع الادوات ذكرتني بعده المكياج للستات انا عم بقول بدل ما احنا مشغولين ليل نهار نلون وجهنا خلينا نعمل إشي منتج وجميل بعدين نريح في الداخل ونجمل في الداخل ونستفيد برضه يعني بانه ممكن يكون عندنا مشروع بالضبط انا يعني بدايه قصة هواي قد ما شجعوني اللي حوالي وعندي مستشار الفني زوجي يعني ما شاء الله حلو الله يخليك بنتي لما اصور اي شيء طبعا بتظبط لي التصوير هي فنانه التصوير فبتظبط لي دعم عائلي حلو والله دعم عائلي الحمد لله فبلشت لا بدي اعمل انا البزنس الخاص لي بديت يعني شوف مثلا لا شعوريا تلاقي حالك عم ترسمي على اي شيء طبعا يعني علبه النظارات تاعتي بديت ارسم عليها كفر الموبايل بديت ارسم عليه ممكن ملابس ممكن ملابس ولا ممكن لا ممكن ملابس حتى الالوان هاي يعني انا عملت دراسه عليها هلا في بعض الالوان الموجودين بالاردن انه مثلا لما تعمل الدوتينج بضلها مكعبله كثافتها بتكون كثيره فضليتني ادرس وفي جروب للماندالا عالمي على الفيسبوك من جميع انحاء العالم فبتسالي اللي بدك اياه وبتاخذي رايهم بيعطوكي كلياتهم شو تقييم الفنانين المحترفين لفنك فدلوني على هذا النوع وبجيبه من برا هذا بجيبه ليش لانه لما اعمل الدوتينج نفس النقطه كعبل تنزل بانسيابيه ما احلى ما بتعطيك يعني مثلا هاي الزرقاء تنزل بانسيابيه ما بتكعبل يعني حتى بدي أورجي كمان المشاهدين هاي خليها بإيدك يا إبراهيم بما إنه الكاميرا حتتوجه عليك على هاي وهاي نكسب نكسب يعني كل حتى أدوات الطهي ممكن إنه عم نشوف فناجين كمان وأكواب كله عليها فنون يعني عملت مثلا ست فناجين قهوة سادة مع ست فناجين قهوة تركي مع الدلة مع كل شيء بتكون جاهزة هاي مندالة مندالة كله يا سلام وفكرة التخريم اللي على الزاوية وخصوصا أنا بدي أسأل عن نفس القطع اللي يعني من وين بتجيبيها يعني هاي قطعة بتكون بالأساس خشب. هي خشبية فورمايكا حتى لون يعني هي من ورا خشب من نفس الشيء من هاي الشقة أنا بدهنها أنت بتدهنيها أنا بدهنها غير اللي أنا بدي بالضبط بس حتى يطلع اللون بيستغرق وقت طويل هلا حسب الحجم طبعا بشتغل وبروح على البيت وبتعرف الواحدة بدها تشتغل في البيت وتطبخ بس وانس اني بديت فيها بكمل بنسى العالم كله صدقيني يعني شو ما بيكون في مشاكل بالشغل شو ما بيكون في توتر ببدا فيها بنغمسي يعني بالعالم مثلا خاص. بديت ارسم هاي عم بعمل بالفرجار اكيد مش رح تتذكري شيء بالعالم اللي حواليكي بعدين مثلا بحط الالوان قدامي بدي هدول الالوان مع هدول الالوان يعني هذيك المره بنيت انه بدي الموف مع التركواز وقعدت انقي هلا ايش بدي الرسمه صدقيني مرات مثلا ببدا بالوسط ببدا اعمل بها انا مش عارفه ايش اللي وراها لحالي بخيال فبمجرد ما اخلص لا هاي الرسمه بتلبق هيك ببدا اكملها فشوي شوي بلاقي حالي مشيت يعني هاي ممكن يوم يومين تكون خالصه يعني بس لانها بتقول لك تنغمس بالعالم تنسى الدنيا استاذه ليلى انت حكيتي عن فرجار انا بتخيل انه في فرجار كبير مثلا يعني في عندي جبته حتى من المكتبه انه في له وصله مشان كيف مثلا مثل هديك انه بده يكفي كالكرايات تخيل الفرجار الصغير يا دوب يعمل لك دائره الفرجار الصغير لهدول الفرجار الكبير لا جبته في له وصله حتى بصير هالقد في ادوات كبير بيكون حتى جبت اداه تحت الهاي مشان لما اعمل فرجال الفها
تكون مدوره تلف لحالها، هي بتلف زي جانب الكيك، كيف الكيك بالضبط. طيب بدي احكي شوي عن الاقبال، يعني بدي احكي عن الناس اقبالهم على المندالا اليوم. عم نشوف كمان المودرن ستايل بالبيوت عم بيمشي مع المندالا، يعني ممكن يكون كلاسيكي ممكن يكون مودرن بغض النظر، وبتقدري انت تشكلي لهم اللوحه بالالوان اللي هم بيطلبوها. بالضبط. هلا عم بيصير اقبال عليها لانه اوكي رح عم بتصير شوي شوي ترند، لكن مش معروف كثير، يعني مش معروف مثل اي فن اي شيء ممكن يرتسم. لكن اللي عم بيشوف المندالا عم تعجبه انه عم بتواصل معي، طب انا عندي مثلا بالبيت كذا، ايش ممكن احط اللوحه؟ طب انا عفشي مثلا لونه هيك، انا بدي الوان هيك، فعم بيوصلوا لي اياها. مثلا ممكن مثلا في لي زميله بتقول لي مثلا هي بتحب الابيض والاسود، بتعشق هدول الالوان، فعملت لها المانج مع تاعت الشمع، ابيض واسود وفضي وهدول الالوان بس فقط. طلع كثير حلو. زميله ثانيه مثلا بدها مانج، قلت لها انا بدي اختار لك الالوان حسب شخصيتك. حلو. يعني هي مثل عم نشوف واحد من الالوان اللي انا بقول، يعني انت عم تعملي كمان زي جرأة كثير كبيره بالالوان، مثلا زي مثلا هذا الفنجان هذا الكوب، يعني واضح انه في جرأة حتى باختيار اللون والاشياء، حتى انت عامله يعني برضو اضافه جميله بالاحرف في خلف الكوب. قد ايه بالنسبه لك يا استاذه ليلى عم بتحسي انه هذا صار بالنسبه لك مشروع، وبتشجعي ممكن ستات انه ينخرطوا بهوايه معينه او بفنون معينه؟ لازم، لانه ممكن يستفيدوا حتى ماديا. لازم، يعني شوفي ما في انسان ربنا خلقه ما عنده شيء معين، شيء مميز عنده. نعم. فلازم الواحد يدور على هذا الشيء بنفسه، ايش اللي بخليني انا استمتع، ايش اللي بخليني انبسط. يعني انا هلا حطيته ببالي انه يكون عندي مشروع، يعني بمجرد ما اتفرغ له راح ابدا اعمل انه دورات، حتى دورات للاطفال ودورات للكبار، دورات مثلا مثل هاي بدائيه، دورات متقدمه بالدوتينج. فهاي كان يعني المشروع ببالي، وان شاء الله يعني انه اقدر افتح حتى محل انه يكون في عندي مع الناس اللي بتوصيني. أكيد. أكيد. بس كمان حتى الاطفال، يعني الاطفال ما تتخيلي كيف مثلا بنقول انه بدنا الطفل لازم يلعب ويركض وينط مشان يفرغ اللي عنده، كمان لازم يكون في عنده شيء للذهن يفكر فيه طبعا، وبيستمتعوا فيه وبيطلعوا بيطلع منهم شغلات، بيطلع منهم شغلات كثير، بعدين عم بيبعدوا عن الايبادات والتليفونات وكل هذا الحكي. هذا كثير مفيد للاطفال. هذا العالم عالم عالم الفن بشكل او باخر للكبير والصغير. بالزبط. يعني هو هذا بتماشى، يعني الصغير رح يستمتع بالرسم والكبير بنفس الطريقه. وعلى فكره يعني يمكن رده فعلنا بتتشابه مع الاطفال، يعني احنا بنشوف اليوم رسمه حلوه بنعطي نفس رده الفعل، الالوان بتعكس على نفسيتنا بطريقه ما. فاليوم يمكن المبادره اللي كانت معنا بالاستضافه السابقه كانت مخصصه ايضا الفن للاشخاص ذوي الاعاقه، قد ايه كمان بفيدهم هذا الشيء. واعتقد انه يعني خصوصا هذا النوع من الرسم بفرغ كل الطاقه السلبيه. يعني مرات احنا بنقول احنا ايجابيين ما راح ياثر علينا اي طاقه سلبيه، لكن لما الواحد يروح من الشغل بقول لك بدي افضفض واحكي شو صار معي، هيك انت عم بتطلع طاقه سلبيه لما تفضفض وتحكي. بنفس الوقت لما تشتغل بهاي كل الطاقه السلبيه بتطلع، بتحس بسكينه وهدوء بنفسك. طبعا. لا كثير مفيده كبار وصغار. اسعدتينا ليلى. شكرا استاذه ليلى على وجودك معنا وعلى هالفنون والالوان الرائعه. الله يسعدك. شكرا كثير.